كسلم العبور من حرب إلى سلام، تأمل غزة أن تخرجه من بين الأنقاض. جرائم حرب وما يرقى إليها لن يكون لهذا وصف أقل لما حدث في عدوان مايو الماضي على القطاع بين القوات الإسرائيلية وفصائل مسلحة. هذا ما جاء في تحقيق لمنظمة هيومان رايتس ووتش يحمل أطراف النزاع مسؤولية تلك الجرائم. غارات إسرائيلية لم تكن أهدافها عسكرية، بل راحت تدمر بيوتا وتبيد عوائل بأكملها. قتلت العشرات نساء وأطفالا، يضيف مسؤول في المنظمة. حرب امتدت على مدى 11 يوما بين الطرفين. لم تستطع حركة حماس حينها أن تصمت أمام ما يحدث في القدس من انتهاكات واعتداءات، تقول الحركة. المنظمة تحمل الأخيرة إطلاق صواريخ على مجمعات سكنية إسرائيلية، أكثر من 4000 صاروخ تقول المنظمة، لكنها تركز أكثر على الاعتداءات الإسرائيلية، ولا تعلق إسرائيل على تلك الهجمات، بل إنها ترفض باستمرار التحقيق في الجرائم، تضيف المنظمة. الأرقام وحدها حاضرة لا تغادر. أكثر من 260 شخصا قتلوا في القطاع، ومن أصيبوا قرابة 2000. مصابة المدينة أيضا بأكملها في بنيانها وقطاعاتها، لم تشفى بعد من حرب 2014 وما سبقها.